السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتصل الآن، ما أرجو الإفادة فقط. طيب احنا بس عايزين يعني موضوعنا في اللي حصل في الفضيحة ديت، يعني موضوعنا في الفضيحة دي، فيا ريت ما نغير الموضوع. ربنا يبارك في أهل السنة. هو في نفس الموضوع ونفس الموضوع، تفضل. أريد أن أسأل سؤال للإفادة، ليس للجدال نعم. أو النقاش، للإفادة فقط. عندما قال الله أنه خلق كل شيء في القرآن، معنى ذلك أنه خلق كل شيء، لكن عيسى ذكر في القرآن أنه خلق الطائر، كيف تفسر لي ذلك؟ خلقوا بإذن من؟ بإذن الله. خلصت وكما القصة. يقول، من الذي خلقه في نعم، الأصل؟ عيسى أم، معلش، من الذي خلقه في الله، الأصل؟ الله أم عيسى؟ ما هذه هي فكرة القريش، أن الإمام واسط. أنا تحدثت معك سابقا باشا وقلت لك لا باشا باشا تؤكد باشا، ذلك، عشان ولكن نقول إن هو واسطة أقول باشا، فكرة لو سمحت القريش لو سمحت فقط. لو سمحت، عشان نقول إن فلان ده واسطة لابد يكون في دليل. عندك نعم. دليل؟ اتفضل اديني الأدلة من كتبك أن علي خلق أو خالق وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالق. اتفضل. هذا معناه أن ليس في الفكرة كفر، يا ولكن باشا في الذي مسألة يدعي، الدليل. الذي يدعي، الاعتقاد الذي، بالفتوى، يا باشا اسمع، يا باشا الاعتقاد يا باشا، انتوا بالفتوى. بتحاجة، ما انتوا محتاجين تتعلموا دين من جديد. هو له يا أدلته باشا انا خالق، يا المنطقية، باشا، يا باشا انا له خالق، أدلته. يا باشا اسمعني بس. انا دلوقتي ادعيت ان انا خالق، انا وليد اسماعيل ادعيت ان انا خالق، هل بذلك ادعائي ده اشراك بالله ولا ليس اشراك بالله؟ في ادعائك، ادعائي ده شرك بالله ولا ما شرك بالله؟ ان انا خالق. ولكن اسأله عن دليل يا باشا ما فيش حاجة يجب اسمها، أن يا ترى باشا ما فيش إجابته. حاجة اسمها ولكن. أنا دلوقتي الآن، أنا قلت عن فهل نفسي سألته وليس عندي وأخذت دليل منه أهو، الدليل؟ قلت عن نفسي أن وليد إسماعيل خالق هذا الكون، هل ده شرك بالله ولا مش شرك بالله؟ ممكن أن تكون منافق، ممكن أن تكون كاذب، ممكن أن يا تكون باشا أنا ما خطأ سألتك إن أنا كاذب ولا مش من كاذب ولا الكبائر، صادق ولا مش صادق. أنا من الآن الكبائر. ادعيت، اسمعني بس، مش على المدعي البينة، أنا ادعيت الآن أنا وليد إسماعيل نعم. خالق هذا الكون، ادعيت كده، هل بذلك القول أنا أشركت بالله أم لم أشرك بالله؟ إذا قلت أنك خلقت من دون مشيئة الله، هذا كفر. يا ولكنك باشا إذا أنا قلت ادعيت أنه دلوقتي، بمشيئة معلش الله، أنا ماشي، خلينا واحدة واحدة. أنا ادعيت نعم، دلوقتي أريد أن أنا أكمل الذي، كلامي، اسمعني أريد بس أن اسمعني، أكمل. أنا لا، وليد لماذا إسماعيل الذي قطعتني؟ خلقت هذا أنت الكون سألتني بأمر لماذا الله. قطعتني؟ يا باشا اسمعني، أنا الآن، نعم. أنا الذي ادعيت دلوقتي أنا وليد إسماعيل الذي خلقت هذا الكون بأمر الله. هنلاقي إيه عندك؟ اتفضل. أنا ما أنت لا لازم تخليني أكمل كلامي. أنا عندما قلت لك أنك تقول أن خلقت بأمر الله، ممكن أن تكون كاذب وكذبة كبيرة ولو ليس لها يا باشا غفران، احنا مالناش دعوه بالكذب لكن والصدق دلوقتي، تقول انا ما بتكلمش، انا بأمر دلوقتي الله، واحد ادعى، لكن ايه أن لا حكمه؟ تكون كفر، واحد دلوقتي ادعى انه ممكن أن لا خلق، تكون كفر. لا اله الا الله. واحد، بص يا عشان افهمك بالطريقه اللي انت تقولها دي، واحد دلوقتي صبحنا الصبح من النوم كده ولقينا واحد طالع في الشارع بيقول انا المهدي المنتظر، ايه رايك؟ هذا كاذب، هذا منافق، هذا ولكن كاذب الكفر ومنافق صح؟ شيء، وهذا الكفر هو اه الإشراك يعني في بالله، المهد الكفر المنتظر اوام، شرك، هذا كاذب وهذا منافق. يعني بص كلمة واحدة، كلمة، آه هذا هذا كاذب وهذا منافق في ممكن أن المهد يخرج من المنتظر. الإسلام، انا دلوقتي طيب ماشي الحمد لله ممكن ان أن انت يخرج من كذبت، الإسلام. اسمعني دلوقتي اسمعني، انا دلوقتي ادعيت، كاذبا اهو، ادعيت كاذبا اهو انني خلقت هذا الكون بأمر الله، حكمي ايه؟ خلقت بأمر الله، ممكن أريد أن أسألك سؤال، هل كل من ليس، شكرا يا ابني، روح يا ابني، يا ابني وين إسماعيل معي؟ عندكم امير فوق الرب فعمالين ترقعوا له، يا ابني روح اتعلم دين، يا ابني روح اتعلم دين، ومش هتتعلم ألو، دين الا من اهل الاختصاص اللي هم بفضل الله عز وجل الان شيوخ السلفيه، والله ما هتتعلم دين.